أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، متتبعي ومتتبعات قناة محمد السادس للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في برنامجكم هذا سبيل الرشاد. احنا ما زلنا مع وقفات مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وغادي نوقفوا إن شاء الله مع مجموعة من الأحاديث ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان نبحثوا من خلالها على سبيل الرشاد، طريق توصلنا الله تبارك وتعالى وتجعل صدر ربي يرضى علينا. الدنيا فايتة باللي فيها، ولكن هذه الدنيا هي المجال ديال الاعمال، مجال ديال الاعمال حتى نلقى الله وهو راضي عنا. كنا وقفنا في الحلقه الماضيه، يعني احدى الحلقات، يعني كنا الحلقه الماضيه وحلقات اخرى كنا تكلمنا فيها عن البيعه، وقلنا بان اساس الهجره ديال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة والبيعة، أي بيعة أهل يثرب للنبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره في العسر واليسر، وعلى النصرة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ألا يصونه في معروف، وعلى أن يمنعوه يدافعوا عليه مما يمنعون منه أنفسهم وأموالهم وأسرهم، وبيعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يبقى معهم. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، استقبلوه إلى المدينة ونزل في بيت أبي أيوب الأنصاري وبدا كيشتغل. إذن دابا الآن خرجنا من واحد المرحلة ديال تكوين واحد الجماعة، تكوين عقدي اللي هو يخويو القلب ديالهم من شي حاجة من غير الله تبارك وتعالى، وتعرضوا في سبيل ذلك للعدوان والظلم والطغيان والقهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم صبرا صبرا اصبروا، حتى جاو كاع لعندو قالوا له ما نهزوش السلاح نردو على هاد العدوان ديال هاد الناس. قال لهم ابدا ابدا، ما عليكم الا الصبر. كان كيدوز وكيلقى الناس كتعذب، تيدوز على آل ياسر فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. علاش؟ باش ما تنوضش الحرب الأهلية، لأن انتم واحد المجموعة ديال الناس في وسط العشيرة ديالكم والقبائل ديالكم والقبيلة ديالكم، فإلا انتو زيتو السلاح غتولي حرب بينكم وبين القبيلة ديالكم، وغتنوضوا واحد الفتنة. هذه المرة، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، سيستأصلونكم، يمحيوكم من الخريطة لأن انتم قلة. هذيك التربية على الصبر والمصابرة واللي بلغت الأوج ديالها والقوة ديالها في المقاطعة، بناء على واحد الصحيفة كتبوها صناديق قريش، انهم ما يبيعوا معهم ما يشريوا معهم ما يتزوجوا منهم، قاطعوهم وحاصروهم في واحد شعب ابي طالب مدة 3 سنوات حتى كلاو الناس الاوراق ديال الاشجار، وحتى قيد الله لمن يدعو الى نقض تلك الصحيفة الظالمة، وما كانوش من المسلمين، كانوا من المشركين. وبعد ومن بعد الوفاة ديال منى خديجة رضي الله عنها وأبو طالب، تطاول كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وآدوه، كان فيهم اللي كان بغي يقتلوا كاع. ثم لما مشى للطائف داكشي اللي وقع لي معاهم، هادشي كله والنبي صلى الله عليه وسلم صابر، ما هزش السلاح
علاش؟ لان المجتمع ديالو القوم ديالو خوفا من الحرب الاهليه هو على الحق ومع الباطل. فلهذا ملي كتشوف شي واحد يدعو الى الخروج او يدعو الى عرفه بانه فتان هم على الحق وقله ولو كيعبدوا الاصنام. قال لهم لا ما تهزوش صلاح صبروا وصابروا صافي حتى يقضي الله ما كان فيها. لما جاء الاذن بالهجره وقيض الله سبحانه وتعالى لهذا الامر دوك الناس ديال يثريب انتقى النبي صلى الله عليه وسلم بدات الخدمه بدا الشغل. اول حاجه دارها النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد على اعتبار ان المسجد مؤسسه تعليميه تربويه يعني لعامة الناس تعليميه وتربويه فيها العباده وفيها التعليم وفيها التربيه مؤسسه دينيه تعليميه تربويه. مسجد قباء الذي قال فيه الحق سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكيان ديال الأمة الكيان ديال الأمة هادشي تكلمنا عليه ولكن كنعاودوه. علاش كنعاودوه؟ باش يرسخ في الأذهان. الأساس ديال هذا الكيان هو المهاجرون والأنصار. المهاجرون شكون هما؟ هما الناس اللي يعني اللي دخلوا الإسلام من الأولين ويعني وعانوا معاناة شديدة جدا. المهاجرين خلوا كل شيء خلوا كل شيء وجاوا ليثريب واستقروا فيها. منهم من اشتغل بالتجارة ومسك على الله ومنهم اللي بقى الحالة على حالة الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم هاد المهاجرين هاد يثريب هاد 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 البلاد هاد الوطن إذا أول حاجة المهاجرين قبلهم. ثم جا الاوس والخزرج وجمع بيناتهم وقال لهم ما بقيتوش القضيه ديال الاوس والخزرج لان كانت بيناتهم حروب وشكون اللي كان كيأجوا دوك الاحلاف ديالهم كانوا بعض القبائل احلاف مع الاوس وبعض القبائل احلاف فكانوا كيأجوا منهم اليهود اللي كانوا في المدينه المنوره. فقال لهم ما بقاتش قضيه اوسي وخزرجي وليتوا انصار. اذا هادو مهاجرين وهادو انصار. هذه البنيه النواه الصلبه ديال المجتمع المسلم في المدينه. اذا بناء الامه ها الامه هي الاساس ديالها هو هذا المهاجرون والانصار. فهاد المهاجرون والانصار كاين اللي اصله عربي هما الاكثريه وكاين اللي اصله فارسي بحال سلمان الفارسي وكاين اللي اصله حبشي بحال بلال الحبشي وغيره وكاين اللي اصله رومي بحال صهيب الرومي. اي فيهم العرب وغير العرب ولكن الذي يجمعه هو لا اله الا الله محمد رسول الله كلمه التوحيد. وبدا النبي صلى الله عليه وسلم هذيك المجموعه يتعهدها بالرعايه بالتربيه. واحد المجموعه اخرى من الناس ديال يثريب ما سلموش. قال لهم سيدنا رسول الله خليهم على خاطره حتى يبان عطار ديال هذيك الجماعه المسلمه بعد ان اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الاوس والخزرج سموهم انصار واخى بين الانصار والمهاجرين. اخات في الدين اخوه الدينيه الذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم الذين تبوؤوا الدار والايمان
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذو الأنصار يحبون من هاجر إليهم من المهاجرين. إذن جمعت بينتهم المحبة. ولكن كانت كتوقع شيء أمور. لماذا؟ لأن هذا بشر. الحياة الاجتماعية كتغير لأن الحياة الاجتماعية في تدريب. ما بقاتش كما كانت. لماذا؟ دخول المهاجرين. والمهاجرين دخلوا بالعادات ديالهم والثقافة ديالهم. وإن كانت كتجمعهم كونهم عرب. ولكن كل بلاد عندها الخصوصية ديالها. فجمعهم الإسلام. فجمعهم الإسلام. ووحدهم. وسهرهم. بقاو هذوك الناس اللي من اهل يثرب اللي بقاو على يعني بقاو على الدين ديالهم القديم عن الشرك. فمنهم من اسلم وحسن اسلامه ومنهم من اعلن الاسلام وابطل الكفر وهم المنافقون. فقابل منهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم الظاهر ديالهم قبل منهم الظاهر ديالهم ثم قال امر ديال اليهود وهم من سكان المدينه عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره نبيا ورسولا الاسلام عرفوا انه رسول الله ولكنهم انكروا ومنهم من اسلام بحال سيدنا عبد الله بن سلام هذا من كبار علمائهم واحبارهم ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليهم الاسلام اللي يسلم مرحبا به اللي ما سلمش لم يفرض عليه ولكن عيط عليهم قال لهم ودي نجيو نديروا واحد المعاهده وهذه المعاهده دار مع النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره قائدا للمسلمين باعتباره يعني رئيسا لتلك الجماعه من المهاجرين والانصار وهم الاكثريه فدار معهم معاهده ببنود واضحه وهذيك البنود تضمن الحقوق ديالهم باعتبارهم يعني أمة لها دينها ولها ثقافتها ولا ولكن غيجتمعوا مع المسلمين ويكونوا أمة هذيك البنود يعني في زمانها كانت شي حاجة كبيرة جدا وكتدل على الحنكة ديال النبي صلى الله عليه وسلم ويكفينا رسول الله يعني الله سبحانه وتعالى أعطى الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ولم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا شتاما ولا لعانا ويعني ولا داعيا إلى فتنة قال لهم هاد الناس هادو هما وجمعهم ودار معهم معاداة ساكنين في البلاد إذا هذا العمل هذا العمل لما يعني تدق فيه تلقى أن النبي صلى الله عليه وسلم كيعمل وبقى واحد المخطط الهدف منه هو بناء الأمة وبناء الدولة. غادي ننتقل ونفصلوا في هذه القضية هذه باش نوصلوا واحد النقطة مهمة جدا وهي الآثار ديال البيعة، الآثار ديال البيعة الشرعية. إذا الكلام اللي بديناه في الفقرة الأولى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدا كيخطط لبناء الأمة وبناء الدولة. قلنا بناء الأمة هي الأمة الإسلامية، شكون اللي يعني النواة الصلبة ديال الأمة الإسلامية اللي هي اليوم تقريبا واحد مليار ونص ولا جوج ملاير ديال المسلمين، النواة ديالها شنو هي؟ هما هذيك الجماعة المهاجرين والأنصار. والوطن هو المدينة. وفي هذاك الوطن واش كاين غير المسلمين؟ لا. كاين غير المسلمين. من غير المسلمين كاينين ناس اخرين قلت لكم كاين من الناس ديال يثرب اللي ما سلمش خلاهم النبي صلى الله عليه وسلم على الدين ديالو حتى اسلموا شيئا فشيئا واحد القله منهم حسن اسلامه واحد المجموعه منهم اعلنت الاسلام وابطنت الكفر فقابل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرهم وعلى راسهم عبد الله بن ابي بن سلول رأس المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم
تعامل معهم على الظاهر، وربي غادي يفضحهم، يفضحهم في سورة التوبة، غيفضحهم في سورة الأنفال، غيفضحهم في سورة الأحزاب، غيفضحهم في سورة المنافقون، آل عمران، غيفضحهم سيدي ربي سبحانه وتعالى، غيتفضحوا. ولكن تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهرهم، ورفض انه تقتل فيهم شي حد، وكان كيقول حتى لا يقال بان محمدا قتل اصحابه، ولكن فضحهم الله تبارك وتعالى، وخصوصا عبد الله بن سلول وابي بن سلول، اللي بعد الموت ديالو هذيك المجموعه غادي تفرسك، ولكن غتولي اداه لمجموعات اخرى. هذاك الطابور الخامس موجود، ها هو كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى موجود في عهد سيدنا ابو بكر الصديق، وبقى موجود في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وفي عهد سيدنا عثمان بن عفان، وما زال موجود في كل زمان ومكان. وهذيك المجموعه ديال اليهود ديال المدينه منهم من اسلم، والاكثريه ديالهم ما سلموش، كان فيهم اللي كيعرف انه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه تمكنت عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قلبها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي غير جا وقال لهم خويو، لا، قال لهم انتم مواطنون، هي غتبقاو على الدين ديالكم، ولكن تأديوا الحقوق ديال الوطن. هذيك المعاهده ديال المدينه لحد الان ما كاينش شي وثيقه توازيها في ضمان الحقوق، ما كايناش. زوقوا قادوا الكلام داكشي، ولكن ماشي بحال هذيك ابدا. لانه لما تلقى من البنود، من تقرا من البنود ديال ديك الوثيقه، اليهود من بني عوف مع المؤمنين امه، لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم، هذا ماشي التسامح. التسامح على ملي كتقول التسامح بحال زعما راك قاد تنحيه، ولكن ما كتنحيهش، لا ماشي هكاك. التعايش، لا كوابيتاسيون، تعايش. علاش هذا الامر هذا؟ واش علاش؟ لان الله هو اللي خلقهم. احنا انا باعتباري مسلم ادعو الناس الى الاسلام، واحب لهم ان يدخلوا في الاسلام، ونبغي لهم الخير، لقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الدعوة إلى الخير هي الدعوة إلى الإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شنو اللي كان كيفرحه لما يخرج شي واحد من الكفر ويدخل في الإسلام؟ ديك القصة اللي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع ذاك الغلام اليهودي اللي كان خادم عنده، مرض، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه، فوجده يعني يحتضر، وقف عند راسه، وبات ذاك الولد وهو يهودي، تيشوف، كيقول له: قل يا غلام، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل كلمة تمنعك من النار، قل. فنظر ذاك الولد، شاف باه بعينه، حول عينه وشاف فيه. اش قال له؟ قال له: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وفاضت روحه. سيقول الراوي: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرح منه من ذلك اليوم. خرج فرحان، يقول: الحمد لله الذي نجاه من النار. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتبرهم مواطنين، لهم كامل حقوق المواطنة، لهم دينهم، لهم معابدهم، يتزوجوا بالشريعة ديالهم، يبيعوا ويشريوا في السوق ديالهم. ولكن كثير منهم خالفوا تلك المعاهدة وتحالفوا مع الأعداء، لأنه هذيك الحقوق هي عندك، هو حقوق المواطنة هي، وفين هي الواجبات ديالها؟ الواجبات ديالها الدفاع عن المدينة إذا تعرضت للعدوان، وعدم التحالف مع الأعداء، وما توضعش يدك في الأعداء، هذه هي حقوق، هذه هي الواجبات ديال المواطنة. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني في تكوين أسس ديال الدولة، من المستشارين ديالو سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، والصحابة اللي كانوا قراب منه، اللي كانوا مستشارين ديالو، قادة عسكريين. فمارس النبي صلى الله عليه وسلم الحياة باعتباره نبيا ورسولا،
كان كيربي الصحابه وكيوجههم، وباعتباره رجل دوله رئيس دوله، واعتباره قائدا عسكريا، وباعتباره قاضيا. وغتجي امور احنا تكلمنا عليها السنوات الخمس الاولى، السنه الاولى للهجره، يعني كفار قريش كيصيفطوا للناس ديال يثرب تيقول لهم صيفطوا لنا داك السيد خرجوا له غادي نهجموا عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له حرسا حتى نزل عليه قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، فصرف الحرس. السنه الثانيه غزوه بدر، ومن بعد منها غزوه بني قينقاع، ثم السنه الثالثه غزوه احد، ومن بعد منها غزوه بني النضير، ثم بعد منها غزوه الخندق، وبعد منها غزوه بني قريظه. هادو ثلاثه على بعد نهايه الغزوه ديال الخندق احنا تكلمنا عليها، ودابا نعاودو نرجعو ليها لان فيها امور خصنا نوقفو عندها. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه لما فرسك الله ذاك المجمع ديال المشركين والناس اللي جمعوا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. هذه خمس سنين الاولى شي كدا دازت، ثم جاءت السنه السادسه، السنه السادسه اللي وقع فيها صلح الحديبيه، لان كفار قريش منعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل لمكه، وكان مشى لها باش يدير عمره، وقع صلح الحديبيه، وكان فتحا كبيرا بكل المقاييس، لان فيه اعتراف بوجود هذيك الدولة الناشئة، لأن ما توقع قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، والصلح لا يكون إلا بين قوتين متوازيتين، معنى هذا اعتراف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تنازل بعض الأمور، ولكنه رسول الله. هذا سيدنا عمر بن الخطاب هو في الأوج ديال القوة ديالو تيقول كيف يعني أسمع الحق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أليس على الباطل؟ قال: نعم. قال: فلماذا نرضى الدنية في ديننا؟ رد عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله، إني رسول الله ولن أخذلني. ولما مشى عند سيدنا أبو بكر الصديق وحكى نفس الكلام، قال له سيدنا أبو بكر الصديق: إنه رسول الله، إنه رسول الله، فالزم غرزه. قال: حداه ما تحركش. وكان فتحا بكل المقاييس، بكل المقاييس، لأن الحرب غتوقف لمدة 10 سنوات، وما دوزوا 5 سنين ديال المعاناة. فهذيك العشر سنوات اللي جايه النبي صلى الله عليه وسلم يتفرغ لامور اخرى. لم تمضي الا 5 سنوات حتى انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق الاعلى بعد ما حقق لي الله سبحانه وتعالى المراد، لان ربي هو اللي قال: الا تنصروه فقد نصره الله، وما النصر الا من عند الله. وكيدعي وتقول: اللهم انصرك الذي وعدتني. ما غاتجي في السنة السابعة، إذا السنة السادسة صلح الحديبية، السنة السابعة عمرة القضاء وفتح خيبر بالصلح، السنة الثامنة فتح مكة، دخلها 10,000 مقاتل، 8 سنين، راه 8 سنين في عمر الدول وعمر يعني المشاريع الكبرى راه قليلة، المشروع كيتضرب على 50 عام. 8 سنين، معنى هذا الكلام أن هذاك المشروع اللي تأسس على عقد البيعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس ديال تريبلي، أصبحت هي المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمهاجرين هما اللي حقوا هذا الأمر، هذاك عقد البيعة. لأنه لما جات معركة بدر كيسول تيقول لهم: واش أنتم معايا ولا ماشي معايا؟ قالوا المهاجرين: احنا معاك. قالوا: ما كندويش معاكم، لان انتم عندكم الدافع باش توقفوا مع قريش. لماذا؟ لانه بداو لكم ديالكم. ولكن هاد الناس، فقالوا الانصار: لعلك تقصدنا يا رسول الله. قال لهم: نعم. قالوا: احنا معك، لو خدت بنا هذا البحر لخذنا معك، لو سرت بنا الى بلك الغمدان على روحنا معك. وهي
وتحقق النصر في بدر، وقع داك الشيء اللي وقع في غزوة أحد باش يبين الحق سبحانه وتعالى للمؤمنين بأن الالتزام بالخطة ديال ولي الأمر ديال القائد خصها تكون السبب ديال ديك الناس الرومات اللي تخلوا على الأمر ديال النبي صلى الله عليه وسلم. وجات غزوة الخندق كتبين بأن النصر من عند الله، وأن داك التحالف الكبير ديال كفار قريش مع الناس اللي جمعوا وتحالفهم مع اليهود وتحالفهم مع المنافقين كله ما قداش، لأن النصر من عند الله، اليقين في الله، اليقين في الله، اليقين في الله. وشفت مكة 10,000 مقاتل، هي نفس العدد ديال المقاتلين اللي جاوا في غزوة الخندق باش يهجموا على المدينة، 10,000. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة 10,000 مقاتل، ولكن دخلها سلمان، وتيقول و يعني حاضر راسو راك فوق العود ديالو، قال لك حاضر راسو حتى ان اللحيه ديالو كتلامس داك يعني ديال العود اللي راكب عليه، الصهوه ديال العود من شده تواضعه. وسمع واحد من الصحابه من الانصار تيقول هذا يوم الملحمه، هذا يوم تدل فيه قريش وتنتهك فيه الحرمات، فكيرد كيقول لا بل هذا يوم المرحمه، هذا يوم تعز فيه قريش وتصان فيه الحرمات. وقال من دخل دار ابي سفيان فهو امن، ومن دخل داره فهو امن، ومن دخل المسجد الحرام فهو امن. هذا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هذا عقد ديك عقد البيعه ماشي للظلم والطغيان، لا للسمع والطاعه في المنشط والمكره. ووفاه الانصار، ووفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فتح مكة جاءت غزوة حنين، غادي نتكلموا عليها ونخصوا لها حلقة بوحدها، إن فيها من المعاني ما يجعل الإنسان يتفكر ويتدبر، والتي انتهت بانتصار المسلمين. ثم جاءت حجة الوداع اللي دار فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة العظيمة جدا لكتبين رسالة الإسلام. حجة الوداع عند الوقوف بعرفة ونزول قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى المدينة ولم ينبت إلا مدة قليلة حتى انتقل إلى رفيق الأعلى. أنا المسلمين يعني حزنوا لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أصيبوا بالصدمة، بل حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب قال من قال إن محمدا قد مات قطعت رأسه، إنما ذهب كما ذهب موسى لتلقي الوحي. فقال له سيدنا أبو بكر الصديق من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقبل ما يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما يغسلوه، قبل ما يكفنوه، قبل ما ناضوا لهذه القضية ديال البيعة، وجمعوا لمدة واحد المدة طويلة، اختلفوا في الرأي، وفي الأخر بايعوا سيدنا أبو بكر الصديق. وتكلم سيدنا أبو بكر الصديق قال القوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ الحق له، اني قد وليت عليكم ولست بخيركم. ونفس الامر مع سيدنا عمر بن الخطاب، نفس الامر مع سيدنا عثمان بن عفان، ونفس الامر مع سيدنا علي كرم الله وجهه، وبقى الامر مع خلفاء المسلمين حتى انتقل الامر حتى احنا في بلادنا مع المولى ادريس الى عهد مولانا محمد السادس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يهدينا سبلنا ويجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، إلى لقاء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.